قربي حدا دكتور. الدكتور تبارك الله عليه خدمة متقونة، هو هذاك صلوا فينا عطاو الحويجات وداك الشيء مضبوط، هو هذاك كل شيء زوين الحمد لله. اللهم لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم رئيسة ديال جمعية أفاق لتنمية المرأة القروية اللي المكان ديالها تيتواجد في سيدي علي بن حمدوش جماعة المغاصبين. سميتو هذا النهار في اليوم في رمضان 24 رمضان بهذه المناسبة درنا حفل ختال لدورته السابعة كل رمضان، وتنطلب الله سخر لهاد الوليدات ويكون إن شاء الله بالدين وبالإسلام إن شاء الله بإذن الله. وتنشكروا كل من ساهم من قريب ومن بعيد، من المندوب ديال الصحة الله يجازيه بخير، السلطات المحلية، السلطات ديال الصحة، كل شيء، كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه الدورة، هذا حفل الختان. وتنشكروا الناس اللي ساهموا معنا الله يجازيهم بخير، ورمضان كريم وليلة القدر مباركة على الجميع. بالمناسبة تنشكروا القوات المساعدة ديال المنطقة، وتنشكروا هذا المشرف على المستوصف الفرملي ديالنا السي خالد الله يجازيه بخير، اللي رغم الكونجي ديالو قطع الكونجي ديالو وجا باش يؤدي هاد 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 الحفل ديال الختان الله يرحم له الوالدين. وتن بالمناسبه تنباركوا لسيدنا رمضان، ونباركوا له العيد ليله القدر، ونباركوا له العيد الفطر ان شاء الله هو والاسره العلويه جميعا، ورمضان كريم وعيد مبارك سعيد وليلة القدر مباركة على الجميع، والله يوفقنا لما فيه الخير. مدينة سيدي نتواجد اليوم بمدينة سيدي علي
وبمناسبة رمضان واليوم 24 منه نقوم بعملية ختان لبعض العائلات المعوزة. وبهذه المناسبة كنشكر مندوب وزارة الصحة على الترخيص ديال المركز الصحي وكذلك الأطر اللي ساعدونا. كنشكر كذلك السيد القائد والسلطات المحلية اللي ساهموا بالتنظيم ديالهم في هذه الحملة هذه من أعوان وكذلك القوات المساعدة. بالنسبة لعدد الأطفال اللي هما مبرمجين كاين 34 طفل، تم الإعذار ديال 20 طفل الآن، يعني أننا بقات لنا 14 طفل، واحد نصف ساعة إن شاء الله ونكملوا الختان. ونتمنى باش تدوز هاد المناسبة في جو من الفرح، لأن اللي استفاد منها هما العائلات المعوزة. نتمنى أن يكون هذا الفرح يسودهم، أن يسودهم الفرح والغبطة والسرور. وشكرا للقناة المشرفة قناة ويسلا نيوز وبصمة تيفي.